يا صباح الخير عليكم، يوم جديد وحظ جديد. اعرف برجك هيقول لك ايه النهارده. وهنبدا مع برج الحمل. مهنيا هيحاولوا زمايلك يعرضوا سمعتك للاذى، لكن هيفشلوا لان رصيدك في النجاح اكبر من محاولاتهم. عاطفيا استقرار في علاقتك بحبيبك الجديد، لكن الاستقرار النهائي محتاج وقت اكبر. التور مهنيا هتعمل حاجة ملفتة في سفرية او مؤتمر وهتحس بالفخر والاتزان. عاطفيا علاقة عاطفية جديدة في طريقها ليك، بس خليك حذر لانك ما عندكش خبرة في المجال ده. الجوزاء مهنيا هتاخد قرارات مهمة وهتدخل مفاوضات ناجحة وهتمارس هوايتك في الاقناع. عاطفيا علاقتك بحبيبك متوترة، دور على الاسباب عندك الاول. السرطان مهنيا عندك كذا مفاجأة مزعجة، خلي بالك من الاهمال والتأخير في الشغل. عاطفيا بلاش صوتك العالي مع حبيبك، وحاول تيجي على نفسك وتتجنب المواقف الاستفزازية. الأسد مهنيا هتبدأ شغل جديد هتواجه فيه كل الصعوبات بذكاء وتفتح لك الطرق. عاطفيا سوء تفاهم مع حبيبك، لكن هيعدي ومش هتتأثروا بيه. العذراء مهنيا النهاردة يوم مليان مشاكل وهيحصل تغييرات كتير، ما ندخلش نفسك فيها. عاطفيا علاقتك بحبيبك مستقرة، ده لطيف بس حاول تكسر الروتين. الميزان مهنيا شارك زمايلك في المناسبات الجميلة وطور نفسك بأفكار جديدة. عاطفيا ما تستعجلش في الحب، خد وقتك عشان تعرف تقرر مين هيكمل معاك حياتك. العقرب مهنيا دربكة غير متوقع، حاول تتجنب اي نقاش مش هيؤدي النتيجة. عاطفيا قصة حب كنت بتحاول تخبيها هتظهر للنور. الكوس مهنيا ما تدخلش في تحديات مع زمايلك وحاول تفكر في مشروع مختلف. عاطفيا مواجهة قوية مع حبيبك، لكن الحلول سهلة، حاول تتجاوز الخلاف. الجدي مهنيا حضر نفسك لمناقشة مواضيع كانت متأجلة. عاطفيا هيفاجئك حبيبك بفكرة الارتباط، خليك مستعد وخد قرار. الدلو مهنيا هتقل عنك المشاكل واللي جاي احسن كتير. عاطفيا نقاشك مع حبيبك في امور حياتكم هيخلي كل واحد فيكم يحط النقط على الحروف. الحوت مهنيا خليك قوي وشجاع عشان تعرف تواجه خوفك وتنطلق من جديد. عاطفيا حبيبك هيطلب منك تقف جنبه وهيناشك في طموحاته المستقبليه. وكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره حلقه جديده مع حظك والابراج.